سي عبد اللطيف، العمل تاعك رائد وحنا كنعرفوك عن قرب. سي عبد اللطيف، اتميم العمليه، اتميم العمليه ان شاء الله. انت واحد الانسان اللي تعينتي في الكرسي وما طمحتيش للكرسي، عيونت يعني تم الاختيار تاعك، ولكن قمتي بواحد الواجب ما شاء الله. ولكن السي عبد اللطيف، ولكن الرساله اللي خصها توصل لك بصفتك انت قائم على واحد الجهاز امني اللي جميع الدول كتشيد به، لا المخابراتي ولا الامني ولا القربي ولا 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 المعلوماتي. المشكل راه كاين بعض الامنيين السي عبد اللطيف تعرفهم، ما يمكنش تحرك كل شيء. راه بعض الامنيين خرجوا رجلهم على الشواري بين قوسين كما يقول المثل المغربي، راه ولاو كيصحابوا هذيك الكراسي والادارات راه ديالهم ملك. مع كل الاسف تصور مع السي عبد اللطيف ان بعض المواطنين كيجي يوقدوا بعض المآرب تاعهم او الحاجات، كيجي مسكين داخل الاداره وهو مخلوع. بالعكس اذا كانت اداره امنيه، حنا كنقولوا امنيه، وانت كتعرف شنو الامني، ما هو الامني وما هي كلمه الامني، يعني انا مطمئن اجي للاداره خصني نكون مطمئن. بالاحرى واحد المواطن او مواطنه جايه يوم خلوعها، وكاين بعد الامنيين، اقول بعد الامنيين الله يهديهم، وانا لا اخاف لا اخاف، اقولها بصراحه، لان ربما القليل اللي غيتكلم بحالك. حنا كنشيدوا بالعمل تاعك، كنشيدوا به، العمل تاعك معروف وانت رجل نزيه، ما كتطمحش للكراسي ولا المناصب ولا، جئت لاجل خدمه الوطن. شكرا 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 سي عبد اللطيف. ولكن راه بعض المراقبين المحليين او الوطنيين راه ما تيديروش خدمتهم، راه كيمشيو مثلا لبعض الملحقات الامنيه وكتبقى المسائل هي هي. اذا كيفاش انا غندير واحد التقرير على واحد الملحقه فيها الفساد ونخبي عندي في السياره او في الدار او في جيبي؟ هنا راه خصك تحرك شخصيا. كيفاش شخصيا؟ ما يمكنش، انا عارفك يعني بزاف المطارق عندك، انا عارف الاشياء عندك بزاف المطارق، الله يحسن عوانك. نخسر واحد الناس نزهاء، ما بقاوش، راه حتى الشباب راه نزهاء، راه عندنا امنيين شباب يلا التحقوا بالسلك الامني، راه نزهاء، راه تخرجوا ما شاء الله باغيين يخدموا الوطن. وإلا كاين داروا ليهم العصا في الرويضة، ما خلاوهمش، هذوك الرؤساء تاعهم ركبتوهم حتى ما بقاوش خلاوهم يعملوا. السي عبد اللطيف الحموشي كيبان لي راه غادي مزيان، وهو راه معترف به من طرف دوليا، ولكن نتمنى ليه التوفيق ويكمل في هذا المسار غادي مزيان. الكلمة في حقه راه خدام مزيان، غادي مزيان، وغادي على المستوى الأمني راه مزيان. السيد الحموشي الله يعمره دار واللي يقوم تالو. من الناس اللي تخدموا البلاد، هادشي اللي تعرف عليه، وصراحة زعما كنا الأمن ديالنا في البلاد غادي مزيان، غادي بصفة مطمئنة، الإنسان الشعب مطمئن في هادشي ديال الأمن، والأغلبية هادشي ديال الخلايا الإرهابية اللي تنسمعوا عليهم وهاشا تيقوم الواجب عليه. كلمة في السي حموشي، انا وانسان انا ما كنعرفو شخصيا، ولكن كنعرف الاشياء اللي كيقوم بها في صالح امن الشعب والمواطن المغربي العادي، ولكن كنعرف عليه هو انسان موظف كيخدم وزاد امن الشرطه يعني بجميع الاحياء ديال الدار البيضاء وبصفه عامه يعني الاحياء المهمشه، وشنو كإنسان اللي انسان المواطن اللي كيخدموا يعني بدون شك، انسان ما دام ذاك المنصب الا كيخدم. وكنتمنى ليه التوفيق ومزيد من العطاء، وطلب ليه الا كان يسمعني، انا من احد المواطنين ديال مدينه بوسكوره، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يشوفوا من ناحيه الامن والاستقرار في بوسكوره، لحقاش محتاجين للدعم ديال السي حموشي والشرطه تما، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويسهلهم ويعاونهم. الله يعاونو، الله يعمرها دار، الله يجازيه بخير، ولا اللي معاه، اللي مشاو ولا اللي غادي يخدموا دابا.